رياضي، لا عنده حساسية ولا عنده مرض براسه. محمد عنده عقل، بيوزن بلد، بيوزن كل شي في عندكم انتو، ضمير وإنسانية إذا كانت موجودة. ابني فات لعندكم إيده مكسورة، قلتوا له بده يركب سيخ، بده يعمل عملية، نام عندكم الجمعة بالليل. طيلة ليلة الجمعة يفترض إنه انتو عم تراقبوا الصبي، ما تعرض لأي شي. تاني يوم الصبح الساعة 10 بفوت على العمليات، لما أنا أمه وبيه حدودنا باب العمليات، هالقد حجمنا. خليكم برا، أنتوا استلمتوا الأمانة، على أي أساس على الساعة 11:30 بيطلع الدكتور علي غريب بيقول لي الحمد لله على سلامته ابنك، العملية نجحت، هيدا السيخ بإيد ابنك راكب. جيت أنا من براءتي عم قله للحكيم، ابني بيلعب كاراتيه يا حكيم، اي متى فيي لعبه؟ قال لي بعد 4 أشهر، هيدا الموسم عنده انسيه. انا ولا ببالي انه ابني بدي يطلع جدتي، انا عم فكر ابني كيف بدي رجعه على الكاراتيه. بعد شوي ساعة ساعتين بيطلع لعند دكتور نعمة بيقول لي ابنك تعرض لحساسية، انت ولادك عندهم حساسية. قلت له انا ابني عنده حساسية، ابني عامل عملية قبل بمرة ومش متعرض لأي شيء. بيقول لي لا ما في شيء بيخوف، ابنك تعرض لحساسية، هيا عم نعطيه شوية اكسجين وبيمشي الحال. على الساعة 2:30 بعد ما انا خبطت على الباب وقلت انا بدي فوت شوف ابني، فوت بلاقي ابني مثل الدجاج المذبوحة. سلمته لابني، انا سلمته لابني، بيطلع لعندي عم يتنفض عم يتنفض، وهن عم يكذبوا علي ويقولوا لي عم بفيق من البنج. ظهرت انا عند بيو قلت له انا ما بدي خوفك، بس ابننا مش منيح يا علي، ابننا مش منيح، فوت شوف الصبي. فات لعنده بيقول له حكيم البنج انا كان بدي بيض وجهي معك ومع الدكتور، بس هيك صار هلا شوي وبفيق. بعد ساعة 2 بيقولوا لنا الصبي منيح، هي عم بفيق، نحن بدنا نفوته على العناية بس للمراقبة، ما في شي بيخوف. وهو الصبي اصلا خلال العملية باعتراف منهم تعرض لأكثر من 4-5 دقايق اكسجين 60%. قلت له انا 60%؟ قال لي انتبهي مش صفر، 60%. انا بدي اي حكيم بالعالم يفسر لي اذا 4-5 دقايق باعتراف منهم اكسجين 60%، شو الها تضاعفات وشو بتاثر على دماغه للولد. انا بدي افهم ابني بيومين كان ميت دماغيا. قعدت 14 يوم انا بعد ما نقلناه على غسان حمود بجهودنا، وهن عم يكذبوا وبيدعوا انه هن اللي نقلوه، نحن اللي نقلنا الصبي على غسان حمود، لانه لبنان بلد الفساد وبلد الواسطات، بالواسطه الصبي نزل على غسان حمود، تحت الصبي وصل ما عندهم المعطيات الكافيه لانه كذبوا عليهم، ما في بالتقارير اللي تسلمت اي دواء ممكن يسبب اللي صار مع الصبي، نحن بس بدنا نعرف الحقيقه، بدي اعرف ابني، بدي اعرف ابني اللي انا ربيته 8 سنين وسلمته على المستشفى، ليش بدي يظهر؟ انا دموعي نشفت مع ابني، مش نشفت انا هلا ما عم باخذ عذابي ابني، انا ابني معي 40 سنه لاخذ بحقه، وان شاء الله بدي اخذ حقه قبل ال40 يوم، انا كل هيدي العالم هلا عم تواسيني بابني، بس انا بعذب بابني، بس اعرف حقه وبس يتقصص المجرم. انا طلعوا لعندي على البيت وقالوا لي نحن بدنا نجيب لك الحقيقه ووزاره الصحه عم بتحقق بالموضوع. والحكيم قلت لهم والحكيم حكيم متوقف عن العمل، نحن موقفينه لتطلع نتيجه التحقيق. انا جيت على المستشفى امبارح ولقيت طبيب البنج يلي هن قالوا انه هو مسؤول عن الجريمه وهو اللي قتل ابني عم يداوم هون بالمستشفى وعنده عمليات، باي حق وباي قانون وباي ضمير؟ انا تراب ابني بعده ما نشف، 10 أيام اله ابني، باي حق عم يجيبوا المسؤول؟ شو هالضمير اللي عندهم؟ هن فاتحين مستشفى ولا فاتحين مزرعه؟ انا بدي حق ابني، بدي الحقيقه، بدي اعرف ابني كيف راح وكيف قتلوا لي اياه، بدي حق خيه، بدي حق كل الاولاد، بدي حق خيه اللي تركوا لي اياه وحيد. يعني فاذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك، يعني ما فينا ننقل صوره شو كان عم بيصير. يعني نحن كنا لهون مباشره، كان كلمه الوالده يلي عم تقول امه لمحمد، هذا الطفل يلي عمره 8 سنوات يلي فات على المستشفى من حوالي تقريبا شهر بسبب كسر في ايده. محمد كسر ايده، محمد خضر العمليه بعد
يعني تقريبا يومين محمد فات بغيبوبه. حنكمل شوي مع الوالده. شو حتكمل؟ بعد في عندي رساله صغيره. نحن اليوم جايين نساء واطفال، شعارنا سلميه سلميه، وحق محمد مش حيضيع. بس محمد عنده باي قلبه احترق، وعنده عمومه قلبه مدبوح عليه. نحن جايين نسوان لانه بدنا حق محمد بالقانون، بدنا اياها سلميه. نحن جينا نسوان لانه انا قلت له لزوجي في عندي بعد خي، في عندي ولد مسؤولين عنه، بدنا نربيه مثل ما ربينا محمد. بس نحن نسوان هلا بعدنا مهدين رجالنا، بس اذا ما بدهم يعطونا الحقيقه، واذا الدوله ما بدها تجيب حق محمد، والحكيم يلي سبق واخطا مره واثنين وثلاثه وانسكت عنه، انا ما بعرف شو رح بيصير، ما بعرف شو رح بيصير. وبدنا ناخذ حالنا بايدنا. وقت جيتي على المستشفى ولقيتي الحكيم هون، شو قلتي؟ شو واجهتيه؟ انا جيت، انا وصلت على باب الطوارئ، انا هيدي المستشفى بس اوصل عليها جسمي من جوا بيرد. انا لهون دخلت ابني، ومن هيدا الباب طهرت ابني ميت دماغيا. انا وصلت على باب المستشفى ما قدرت فوت، طلعت سيارته هون، انا صورت له سيارته، كان في شخص جابني فات وجههم، قال لهم انتم باي حق بتجيبوا الحكيم؟ شو كان جوابه؟ كان الجواب قال نحن صار في عنا حاله طارئه واضطرينا ندق للحكيم، ما في حكمة بنش، ما بعرف هيدا الحكيم اللي تسبب بوفاه كيف بيرجعوا بيجيبوه مره ثانيه، ويمكن بتسبب بوفاه ثانيه، يعني هيدي الحاله الطارئه اللي عندهم بيقتلوها بسبب حكيم بنش. في حكي مش منطقي عم ينحكى، ومن الاول في تعمية على الموضوع. انا من لما شافوا ابني كانوا بيعرفوا انه ابني رايح على موت دماغي، عنده ضرر بدماغه، الخلايا الدماغية تلفت، وكان في تعتيم وكذب وكل الوقت تغطية انه ابنك ما باشي وشوي ورح بيفيق. الساعة 6-7 بالليل بيفيق، ساعة 8 الصبح تاني يوم بفيق، كل اليوم كل دقيقة عم يكذبوا علينا. وأنا نهار السبت بالليل عملنا جهود وجمعنا العيلة كلها، حشود رجال ونسوان، بدي أنقل ابني من هون، وهن عم يدعوا علي ويكذبوا إنه ابنك ما بشي، ليش عم تعملي هيك؟ وشوي وابنك رح بفيق، وابني كان أصلاً مبلش بكرايز الكهرباء من عنده من هون، وهن عم يكذبوا علينا. اجمالا حسب ما عرفنا ان الوزير فات يعني اخذ قرار انه يتابع الموضوع قضائيا او يحق بالموضوع، صرتوا شيء لهذا الموضوع؟ نحن عرفنا انه الوزير عبر تويتر، عرفنا انه الوزير طلب تحقيق بالموضوع. نحن كاهل بعد ما الوزير استدعانا ولا سالنا شو صار معنا، قال في لجنه اطباء عم بتحقق، بس نحن كاهل بدنا نسرد اللي صار معنا، بدنا عم نطلب مقابله مع الوزير، بعده ما حدا عم يسالنا انتم شو صار معكم. ومعروف بعالم الجريمة، إذا بدي سمي ابني جريمة، تتسلم مثالية، ما في مجرم بيقول هو شو عمل، هو بدي يقدم الصورة المثالية. أنا كأم بدي أحكي أنا دقيقة بدقيقة موجودة مع ابني، دقيقة بدقيقة عم صور ابني، كل حالات ابني بالمستشفى مصورة وموجودة معي. أنا جيت لهون بدي أعرف حق ابني، إذا ما بدهم يقولوا لي أنا بعرف كيف جيب الحق. هل تقدمتوا بدعوة قضائية شيء؟ بعد ما تقدمنا بدعوة قضائية على أساس إنه الوزارة هي اللي عم بتحقق، وبس تطلع معطيات الوزارة على ضوء بنشوف شو بدنا نشتغل، بس لما لقينا إنه في إهمال وفي تعتيم وفي في محاولة لإماتة القضية، نحن بدنا نحييها لأنه قضية محمد قضية كلكم. يعني فازا في هذه الاثناء مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، مثل ما شفنا هون يعني الام على الوهله وعلى الصدمه يلي هي تعرضت لحاله اغماء، يعني صار مطالب ما بعرف اذا حيكون في حدا يقدر يساعدها. فاذا نعيد ونذكر بهذه الحادثه يلي حصلت من حوالي تقريبا شهر، محمد يلي كسر ايده، طفل عمره 8 سنين، محمد كسر ايده. محمد يعني فات على المستشفى ليعمل عمليه فاذا اللي صار مع محمد انه فات بكوما، وبعد ما فتره محمد فارق الحياه. طبعا وزير الصحه عبر تويتر طلع اعلن انه حيكون في شو اسمه تحقيق بهذا الموضوع حاليا. يعني مثل ما شوف هيدي
هيدي الوقفة الرمزية اللي عم بينفذها الأهالي هم ونساء وأطفال بدون رجال. طبعا هيدي الوقفة حسب ما بيقولوا هي وقفة سلمية بس لحتى يقدروا يوصلوا الصوت إنه حق محمد مش حيضيع حسب ما عم بيقولوا. فعليا يعني يؤسفنا إن نحن بنهاية هذا العام الدراسي بنهاية هذا العام عام 2021 كنا عم ننقل هيدي الصورة، صورة الطفل عمره 8 سنين لسبب معين توفى. يؤسفنا انه بنكون بنهاية هذا العام عم ننقل احزان واوجاع امهات هنا. فاذا مشاهدينا الكرام ابني هلا ولا راس سنة ولا مناسبة ولا راس سنة اجا علي الا ومحمد على ايدي. محمد ابن 10 ايام احتفلت انا وياه براس السنة. هلا انا بدي احتفل براس السنة ومحمد صورة على الحيط. محمد صورة على الحيط يا عالم. محمد صورة على الحيط. محمد عمري وعيتي يا عمري. محمد راح. محمد اصبر يا ملاك راح. دمعتي ما عم تنزل. دمعتي علقت جوا. محمد اخذ كل شيء. محمد اخذ كل شيء معه. يعني فاذا مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت على الفيسبوك، يعني هذا كنا بهذا البث المباشر من بلده هنا السكسكيه جنوب لبنان في يعني في امام هذه المستشفى التي يعني يتهمها الاهل انه هي مسؤوله عن مقتل وفاه الطفل محمد. فاذا هذا المشهد كنا معكم بهذا البث المباشر. يعني فإذا مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت على الفيسبوك كنا معكم بهيدا البث المباشر. كان معكم محمد زناتي على ماس صوت بيروت انترناشونال.